تمام ابو حميد، هنتكلم عن المنتخب الاولمبي بكره، هنتكلم بقى عن اللي هيحصل بكره مع المنتخب الاولمبي. التشكيل طبعا هو اللي بيلعب بيه كابتن شوقي غريب، برضه عشان الناس تكون فاهمه طريقه اللعب، 5-4-1 في الحاله الدفاعيه. اكرم عمار طبعا بيرجع جنب اكرم توفيق في الحاله الدفاعيه عشان تبقى 5-4-1، ورمضان بيضم في وسط ملعبنا كده، وصلاح محسن اهو، واحمد ياسر ريان، بتبقى دي طريقه اللعب 5-4-1. الطريقه دي دفاعيا كويسه جدا، قافل الخطوط الثلاثه بتاعتنا متقاربه، نجحت قدام اسبانيا. ولكن المشكله في عمليه التحول، ان صلاح محسن مهم جدا، ان هو زي ما قلت لحضرتك، ان هو لو انت هتلعب بالطريقه دي بكره يبقى افضل ان صلاح محسن هو اللي يكون المهاجم. ليه؟ عشان هو اللي يعني لو جبت الصور، هات الصور كده، هتلاقي اول صوره معانا، شوف ازاي صلاح محسن بيصنع الفرصه لما تحول لمهاجم ومع رمضان صبحي تحديدا. لكن انا بشوف ادي اول صوره معانا اهي، بص يا كابتن اسلام، صلاح محسن بيلعبها ليه رمضان صبحي؟ بص صلاح محسن فين؟ في مكان المهاجم في العمق، هو اللي بيعمل ده الانفراد اللي راح بيه. هات الصوره اللي بعدها، هتلاقي رمضان راح بها انفراد، مين اللي عاملها له من الاول؟ صلاح محسن، لما دخل للعمق هو اللي عنده حته يعمل لك حته العمق الهجومي الغايبه. احنا منتخبنا عقيم هجوميا، ايوه العمق الهجومي ده هيرجعه لما يرجع له، لو انت هتلعب بيه يعني بصلاح محسن قدام، لو هتلعب بالخمسة أربعة واحد يبقى صلاح محسن أفضل. مش تقليل من أحمد ياسر ريان، أحمد ياسر ريان مهاجم كويس جدا، أيوة، ومهاجم ممتاز في ضربات الرأس، هداف الدوري حاليا. ولكن هو أحمد ياسر ريان لو هلعب كرة هجومية، هلعب هيبقى عندي صانع ألعاب، هلعب وينجين أقدر أشغله، لكن أنا محتاج اللي يشغلني اللي هو صلاح محسن. بص الصورة اللي بعدها برضو، دي لعبها ليه؟ الصورة اللي بعدها هتلاقي هو ده، بص حضرتك راح فين؟ راح في العمق في حتة اللي انت كنت بتتكلم عليها، اللي هي الالتحامات الهوائية. برضو كريم العراقي قاطع اهو من ورا اهو في نهاية الصورة. كمل الصورة اللي بعدها، هتلاقي كريم العراقي قطع اهو، وصلاح محسن اللي لعبها له. يعني الفرصتين الخطيرين قدام الأرجنتين في الشوط الأول كان اللي عاملهم صلاح محسن، أيوه، لما دخل للعمق. تمام، كمل. ده الشكل اللي انت تتمنى ان هو يلعب، اتمنى ان هو يفكر في فكرة صلاح محسن لازم يبقى مهاجم في، لو هلعب بخمسة أربعة واحد، لكن لو هتلعب بأربعة اتنين تلاتة واحد وهتاخد الريسك، وده الأفضل إن أنا ألعب أربعة اتنين تلاتة واحد. أنا عندي اتنين مساكين خبرة، أحسن اتنين مساكين حاليا يعني في المنتخب الأول، هم اللي بيلعبوا حجازي والونش، يعني أنا مش محتاج إن أنا ألعب بتلاتة، وخاصة إن استراليا عندها غيابات. ده طبعا كرة كان غير فيها موفق، دي كان لو كان الفينش موجود كنا نقدر نسجل. لازم بكرة استغلال أنصاف الفرص مهمة جدا في المباريات دي. كمل الصورة اللي بعدها، جاري الصور برضه في صورة، دي الخريطة الحرارية بتاعت أكرم توفيق. بسم الله ما شاء الله، الخريطة الحرارية بتاعت أكرم توفيق، يعني واحد من أهم اللعيبة، هو يعتبر أفضل ثلاث لعيبة. كمل الصورة، في صورة معانا أفضل ثلاث لعيبة في المنتخب مصر. الأول كان أعلى تقييم أحمد حجازي، رقم اثنين كان الونش، رقم ثلاثة أكرم توفيق، ومحمد الشناوي كانوا، أيوة، يعني الثلاثة الكبار من ضمن أفضل أربعة ومعهم أكرم توفيق، أيوة، ده طبقا للأرقام. اتفضل يا كريم. طيب بس اعتقد هو مش هضيف على كلام احمد كتير يا كابتن اسلام، انا ما زلت مؤمن هو بكره الخمسه ما تنفعناش، بكره أوكي، يلعب بالاربعه دي انت واحد، واستغنى عن احمد ياسر ريان، وحط لعيب يعني اسرع، ويحاول انت دايما تاخد المبادره الهجوميه، حتى زي ما حضرتك تفضلت وقلت، حتى نقدر نسجل هدف، لان فعلا اذا لا قدر الله فنشنا الاولمبياد من غير ما نحرز ولا هدف هيبقى شكلها مش شكل سيء الحقيقه.